مرحبا بكم متابعي مجلة سلطانة، وهذه حصيلة لأهم الأخبار. أعلنت الحكومة اليوم الخميس رسميا عدم تمديد العطلة المدرسية البينية، وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم أن العودة إلى المدارس ستكون عادية بعد العطلة المدرسية التي ستنتهي يوم الأحد المقبل. ونبقى دائما في الأخبار الوطنية، قررت الحكومة المغربية العودة إلى عقد اجتماعاتها عن بعد في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وتفشي متحور أوميكرون. وقال مصطفى بيتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأخيرة عقدت اجتماع اليوم عن بعد بعدما كانت حضوريا. نظم مهنيو كراء السيارات وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التجهيز والنقل، احتجاجا على ما وصفوه بالتهميش وعدم استفادتهم من الدعم الحكومي لتجاوز تداعيات أزمة كورونا. وفي الأخبار الفنية، شرع الممثل المصري محمد رمضان في تصوير أولى مشاهده في فيلمه الجديد الذي سيفتح عليه أبواب السينما العالمية، حيث سيشارك النجمة الأمريكية ميرا سوريفينو الحائزة على جائزة الأوسكار والإيطالية مايا طالام. عادت الإعلامية المغربية هانية قصومي لأحضان شاشة التلفزيون بعد سنوات طويلة من الغياب من خلال تنشيط سهرة فنية تحمل عنوان مع محبتي، وستعرف استضافة نجوم الساحة الفنية المغربية في مجال الغناء والدراما. كانت هذه حصيلة لأهم الأخبار، إلى اللقاء.